أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها غياب فعالية الأحزاب السياسية، الأسباب والتداعيات وما هو مستقبل الحياة السياسية في اليمن. منذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 تعيش الحالة السياسية في البلد مرحلة أقرب إلى الموت. تجمد النشاط السياسي لمعظم الأحزاب اليمنية وأصبح من النادر أن نرى موقفاً لهذه الأحزاب. أسوأ من ذلك رأينا خلال العامين الماضيين ما يشبه الانشقاقات داخل بعض الأحزاب التي فضلت بعض قياداتها اللحاق بركب الميليشيا على الرغم من الموقف الرسمي الحزبي الداعم للسلطة الشرعية. تفتت وتشظي وجمود في الحالة الحزبية أصبحت جميعها تلقي بتبعاتها السيئة على المشهد العام بأشكال مختلفة. يقول قادة الأحزاب اليمنية أنه لا يمكن العمل السياسي في حالة الحرب وفي ظل سلطة الميليشيا، فيما يقول منتقدو دور الأحزاب وموقفها أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة يمكن للأحزاب أن تلعب دور قيادة المجتمع وتمثيل تطلعاته وقيادة المواجهة مع ميليشيات الثورة المضادة. خلافات الأحزاب التي تصاعدت من الفترة السابقة لسقوط البلد في يد الميليشيا لم تجد طريقا للحل بعد، والأخطر من ذلك أنها أصبحت أشد في هذه المرحلة، تغذيها الحسابات السياسية لما بعد إسقاط الثورة المضادة ومشروعها، وما يلقي ظلالا من الشك حول فرصة العودة إلى العمل السياسي في وقت قريب أو معالجة المشكلة القائمة على الأقل. في هذه الحلقة من فضاء حر نتوقف عند هذه القضية لنبحث أسبابها وتداعياتها على المشهد اليمني. سيكون معنا من القاهرة عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري محمد الصبري، ومن تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأدعوكم للإجابة على السؤال المشترك: هل لا زال بإمكاننا الحديث عن حياة سياسية ونشاط حزبي بالمعنى الحقيقي والفعلي للكلمة في اليمن؟ والبداية معك أستاذ محمد الصبري. أستاذ محمد الصبري موجود معنا؟ نعم أستاذ محمد الصبري، هل سمعت السؤال؟ الحديث عن الأحزاب، ألو؟ نعم أستاذ محمد، مرحبا بك بداية، ويعني أتمنى أن تكون قد سمعت السؤال بشكل جيد. أنا سمعت السؤال، ولكن الحديث عن الأحزاب اليوم لابد أن يكون في سياق الواقع الذي أشرتم إليه في مقدمة التقرير، وهو واقع الحرب. الدولة مختطفة وهناك ميليشيات تتحكم بالبلد، مختطفة الدولة، هناك مسلحين موجودين، وهناك حرب إقليمية وحرب دولية موجودة في اليمن. الحديث عن الأحزاب اليوم مهم، ولكن في أي سياق، في أي اتجاه؟ في اتجاه تحميل الأحزاب المسؤولية، باتجاه أن الأحزاب ما عندهاش فاعلية، باتجاه أن الأحزاب ماذا تصنع؟ أنا أعتقد أنه الأحزاب منظمات فرعية من منظمات الدولة، والدولة اليوم مختطفة، الدولة اليوم مغتصبة، الدولة اليوم يجري القتال من أجل استعادتها. في كثير من الحسابات موجودة في إطار هذه الحرب، بدأت من ثورة 2011 ولا تزال هذه الحسابات موجودة حتى اليوم. يحاول البعض أن يضع الأحزاب وكأنها هي المشكلة الرئيسية، وأنه المشاكل البلد واختطاف الدولة وموضوع الحرب كأنها مش موجودة. لا أستاذ محمد، احنا لا نتحدث في هذا السياق ابدا، احنا نتكلم الان بدايه كسؤال يعني اولي للحلقه ومبدئي للنقاش. كنا نتحدث عن توصيف الحاله السياسيه لهذه الاحزاب او الحاله التنظيميه والنشاط الحزبي لها، يعني لا زلنا في هذه النقطه. النشاط الحزبي وتوصيفه اليوم فيه صعوبه شديده جدا وفي التباس في التوصيف. نحن نعتبر انفسنا كحزبيين منظمات مدنية، منظمات سلمية، منظمات تشتغل في إطار الدولة، في إطار دولة المواطنة، في إطار دولة القانون. حين يجري اختطاف الدولة والانقلاب عليها والتمرد وملشنة الحياة العامة، يصبح الحديث عن الأحزاب كأنه ترف، فيه قدر من الترف وفيه قدر من المبالغة. طيب سأعود إليك أستاذ محمد، طيب
تفاصيل كثيرة يعني جاءت في سياق إجابتك، يعني ستقودنا إلى كثير من التساؤلات حول طبيعة نشاط الأحزاب خلال الفترة الماضية ومدى مسؤوليتها. يتحول بالسؤال نفسه إلى الدكتور فيصل الحذيفي، يعني كنا نتساءل عن وجود حقيقي للحياة السياسية من خلال الأحزاب السياسية في البلد، كيف تقيمها؟ مرحبا بك وبضيفك وبالجمهور الكريم المشاهدين. نود أن نشير إلى أن الوضع الاستثنائي في اليمن لا يسمح لنا بالتعاطي مع الأحزاب بتوصيف طبيعي، لأن الحالة غير طبيعية بالأساس، هذا أولا. ثانيا، الحالة الحزبية في اليمن على امتدادها التاريخي قبل الوحدة هي كانت غير ظاهرة، تأسست مع وجود الوحدة، ومع ذلك دائما الظاهرة الحزبية في ظل استقطاب السلطة لهذه الأحزاب تنفي عنها الصفة الحزبية. الحالة الحقيقية لوجود أحزاب سياسية في اليمن ظهر مع اللقاء المشترك. هناك صدى في الصوت. وبالتالي فقط تجربة اللقاء المشترك هو التجربة الحزبية التي يمكن أن نتعاطى معها كظاهرة حزبية، وما عدا ذلك قبلها وبعدها تعتبر اندثار للحالة الحزبية. اليوم نحن في ظل وضع استثنائي كما قلت، من المعيب جدا على هذه الأحزاب انقسامها تجاه أدوار مختلفة. يعني حزب جزء منه يعلن مع الحوثيين وجزء مع المقاومة. الحقيقة هذه قد تكون مفهومة للناس العاديين، إنسان متحوث عسكري لم ينال قدرا كافيا من التعليم، مشايخ وواجهات اجتماعية تبحث عن مصالحها، هذا كله مفهوم. لكن أن تظهر مواقف متناقضة من تنظيمات تسمى أحزاب سياسية لتمارس مثل هذا الدور، الحقيقة هذه تعتبر ضربة في حق الظاهرة الحزبية التي كنا نعول عليها، ولكن للأسف ظهرت بمظهر سيء للغاية. طيب، يعني هذا الحديث عن انشقاقات داخل الحزب الواحد إضافة إلى الخلافات الكبيرة التي يعني أصبحت في أوجها خلال الفترة الأخيرة بين الأحزاب التي تشكل تحالفا ضمن تحالف الشرعية والدولة، هذه الخلافات أستاذ محمد الصبري كيف يمكن أن تبررها؟ يعني أتمنى من الدكتور فيصل وهو متخصص في العلوم السياسية أن يعني يقول لنا بالضبط التعريف للأحزاب في ظل الحرب. ثانيا، موضوع الانقسامات والخلافات، أنا أعتقد أنه هذا الموضوع مبالغ فيه. في فرق بين التحزب والأحزاب. الإنسان ممكن يتحزب كشخص لفكرة، لشيخ، لقبيلة، لكن الأحزاب شيء ثاني والحزبين شيء آخر. إيش من انقسامات؟ الحزب الوحيد المنقسم بما يتعلق بالدفاع عن الدولة والوقوف ضد التمرد والانقلاب ومرشنة الحياة العامة هو المؤتمر الشعبي العام، اللي انقسمت مؤسساته وهيئاته، وأصبح عندنا مؤتمر شعبي العام مع الشرعية ومؤتمر شعبي العام مع الانقلاب. أما بقية الأحزاب أن تصدر من أشخاص أفكار معينة أو بيانات معينة لم يجري. يعني الثلاثة الأحزاب الرئيسية على الأقل المعروفة، التجمع الأمني للإصلاح، التنظيم الوحدوي، الحزب الاشتراكي، هذه تحاكم مواقفها من خلال بيانات المؤسسات الصادرة عنها، مش من خلال أشخاص هنا أو هناك. لذلك أنا أقول أنه في مبالغة بالحديث عن الحياة الحزبية وفي التباس. يعني لا أريد أن أقول أنه ليس من حق الناس أن يركزوا على هذه القضية أو هذه النقطة أو هذا الشخص أو فلان عمل أو فلان صنع، أو حتى ما يجري من مهاترات في وسائل التواصل الاجتماعي بين 10 أشخاص 20 شخص. هؤلاء لا يمثلون الحياة الحزبية، ولا تقاس الحياة الحزبية في اليمن في هذا الظرف بهؤلاء الأشخاص أو بتحزبات أفراد معينين. نحن نقول المنظومة الحزبية في اليمن اليوم غالبيتها مع استعادة الدولة، وهي حين وقفت مع الشرعية ما وقفتش مع أشخاص بالسلطة، وقفت من أجل استعادة الدولة من الاختطاف، من ميليشيات اختطفت الدولة، واليوم يجري تدمير هذه الدولة. اليوم هذه معركتها الرئيسية.
من يحاكمها خارج هذا الموضوع أو من عنده أمل كبير أنه الأحزاب كان يؤمل عليها أن تعمل شيء، هذا من 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 حقه، لكن لا يجب أن نغادر واقع اليمن اليوم. اليوم إحنا طيب أين أستاذ محمد الصبري تحدثت بأنه محاسبة أو محاكمة الأحزاب وتقييمها بعبارة أصح يأتي من خلال المواقف التي تصدر عن هذه الأحزاب وليس عن مواقف بعض الشخصيات، ولو أنه موضوع الشخصيات هذا أمر يعني غير مبرر بأي حال، خاصة عندما نتحدث عن قيادات في هذه الأحزاب، لكن عندما تحدثنا عن هذه المواقف أين هذه المواقف؟ اذكر لنا مواقف الأحزاب السياسية، خاصة عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية الكبيرة الثلاثة التي ذكرتها، ما هي المواقف السياسية التي ظهرت أو صدرت عنها خلال الفترة الماضية منذ بعد الانقلاب حتى الآن سوى مشاركتها في مؤتمر الرياض؟ لا يعني أنا أخشى أن لا يتسع البرنامج ولا الوقت لكي أسرد لك كل المواقف. لديك الوقت تفضل. التي صدرت من بداية الحرب وحتى من قبل الحرب وفي إطار إدارة الأزمة السياسية، هناك المواقف والبيانات والمسيرات وحتى موضوع الانخراط في صفوف المقاتلين وفي صفوف المقاومة وفي صفوف الجيش الوطني. يكفي أن هناك يعني حزب تعرض أعضاؤه للاعتقال وهم بالآلاف بعشرة الآلاف موجودين في السجون نتيجة يعني موقف. يكفي محمد قحطان أنه لا يزال اليوم هذه السنة الثانية مختطف نتيجة لأنه ذو موقف حزبي معين. يعني ما أدري شنو طبيعة الحديث اليوم عن الحياة الحزبية بأي اتجاه بأي منحى. إذا أردنا أن نتحدث عنهم أنه لابد أن يكون هناك دور أفضل، فهذا الدور الأفضل اليوم هو يتحملوش هم لوحدهم. اليوم الحياة الحزبية محاصرة بأربع قضايا في غاية الخطورة، محاصرين بالميليشيات، محاصرين بالإنقلاب، محاصرين بالحرب، واليوم اللي في الداخل محاصرين بالجوع. هذا بالإضافة إلى أنه قيادة الأحزاب العمل الحزبي يعني في حزب كبير جدا قيادته كلهم موجودين بالرياض، في يعني جزء من قيادات الأحزاب موجودة في القاهرة، يعني في وضع قيادي. لكن بالأخير أنا أستطيع أن أتحدث بثقة وباطمئنان أنه كل ما صدر عن المؤسسات الحزبية للثلاث الأحزاب الكبيرة وحتى لقسم من المؤتمر الشعبي العام الموجود في الرياض اللي يطالب مع اللي هم يعتبرون أنفسهم جزء من شرعية الدولة ويقفون ضد الانقلاب ويطالبون باستعادتها ويطالبون بالعودة إلى العمل السياسي المدني، هذه الأحزاب موجودة ومنظماتها تصدر البيانات. لكن أن تصدر مواقف لمتحزبين من هنا أو هناك في ظل هذه الظروف، يعني علينا أن نقدر هذه الظروف. الناس كيف تعيش؟ الناس وهم يعيشوا الجوع والفقر وانعدام الكهرباء وانعدام الماء وانعدام، وكأننا يعني نعيش في سويسرا يا ما فيش حرب في اليمن حتى نحاكم الأحزاب. أنا أخشى من الحديث عن التجربة الحزبية، اسمحي لي هذه الكلمة، أخشى من أن يكون الحديث عن الأحزاب بهذه الطريقة تجريف لها لكي نفتح المجال للجماعات الدينية وللسلطات الأفراد وللمشائخ ولكل هذه التفاصيل التي هي ما قبل الدولة وما قبل التعددية وما قبل المدنية. طيب سنعود إلى هذه النقطة تحديدا أستاذ محمد، وجيد أنك ذكرتها، لكن قبلها تحول للدكتور فيصل الحذيفي، هل تتفق فعلا بأن الوضع يعني إلى هذا الحد من يعني المثالية والانضباط الذي تحدث عنه الأستاذ محمد الصبري، أو أنه فعلا المبررات التي ساقها مقنعة وكافية فيما يتعلق بأداء الأحزاب؟ بالنسبة للظروف الحالية نحن أشرنا إليها في المداخلة السابقة بأنها ظروف استثنائية لا تسمح فعلا بعمل حزبي أو سياسي نموذجي، لكن هذا لا يسقط عنها الواجبات الوطنية في مثل هذا الظرف الاستثنائي. أنا قلت بأن الظاهرة الحزبية في اليمن كانت فعلا موجودة وبشكل مهني في ظل اللقاء المشترك، وما قبله وما بعده تعتبر الأحزاب مجرد ديكور. الآن نضع أسئلة أمام هذه الأحزاب الثلاثة التي أشار إليها الأستاذ محمد، ما الذي جعلها تذهب لهدم هذا العش السياسي وهو اللقاء المشترك؟ في آخر انتخاب في الحزب الاشتراكي للأمين العام الجديد أعلن من الأمين العام السابق والأستاذ ياسين سعد نعمان، هو سياسي
معتبر، موقف يودع فيه اللقاء المشترك ويعتبر بأنه أنتهى. هذا موقف للأسف لم يكن موفقا للغاية. الحزب الناصري من خلال سلوكه السياسي اليومي يبحث عن تحالف يساري بعيد عن الإصلاح باعتباره غير شريك فاعل. هذه بعضها معلن وبعضها في الإطار الفردي ملحوظ. تفكيك اللقاء المشترك كظاهرة حزبية إيجابية في اليمن، كانت هذه الظروف أدعى لاستمرار هذا اللقاء المشترك ليحقق أكثر من هدف. الهدف الأول وهو عدم تسليم السياسة للاستبداد، يعني نحن انتقلنا من استبداد علي عبد الله صالح إلى استبداد جديد وهو الاستبداد الشرعية. عندما ضعفت هذه الأحزاب بتفكك اللقاء المشترك أنقضت الرئاسة الشرعية المؤقتة على التكوين السياسي وفق المبادرة الخليجية، إنه حكومة وفاق، رئيس حكومة من المعارضة، كذلك إصدار قرارات توافقية. كل هذا خسرناه، وأصبح الأمر يؤول إلى شخص واحد يتخذ قرارات في اتجاهات متشظية وتزداد تشظياً على الواقع الاجتماعي. أين ممارسة دور هذه الأحزاب في الضغط على السلطة الشرعية في تجنب هذه العثرات المميتة للأسف فيما يخص التعيينات لشخصيات كلها جائية من الحزب الساقط الذي ثار الناس عليه؟ اثنين، اتخاذ قرارات عبثية ضد رغبات احتياجات المجتمع، الإغاثة صفر في المجتمع، من المسؤول عن هذا المجتمع في ظل الحرب؟ أليست السلطة الشرعية والأحزاب عليها أن تمارس الضغط نحو هذا الاتجاه؟ توقف الرواتب في جزء كبير من الوطن والناس يواجهون مجاعة، أين دور الأحزاب في الضغط على السلطة الشرعية في القيام بواجباتها؟ نعم، إذن الاحتياجات نعم أستاذ فيصل، يعني أشرت إلى نقاط كثيرة مهمة وهي مرتبطة متعلقة بعلاقة الأحزاب السياسية بالاحتياجات المباشرة للناس، ويعني وهو بطبيعة الحال الأحزاب السياسية عليها أن تكون هذه الاحتياجات من أولوياتها، خاصة أننا كما ذكرت أستاذ محمد الصبري نعيش حالة حرب وحصار، أين هذه الاحتياجات المتعلقة باليمنيين؟ على سبيل المثال كما ذكر الدكتور فيصل الرواتب والإغاثة والاحتياجات المباشرة، أين دور الأحزاب السياسية في الضغط على السلطة الشرعية والتحالف بتوفير هذه الاحتياجات التي تعزز من قيمة وحضور الدولة ويعني تعجل في إنجاز معركتنا الكبيرة؟ هذا سؤال مهم، وأنا أتفق في القسم الأخير من كلام الدكتور فيصل فيما يتعلق بهذه النقطة الجوهرية بالذات. لكن أولا على صعيد الموقف من هذه الأمور، يعني نحن نعذر كثير من الذين لا يتابعون لأنهم يجري متابعة الأوضاع والعمل السياسي في ظل أوضاع لا كهرباء فيها ولا حد يصل. لكن على الأقل قبل 4 أشهر كي بس فقط أذكر بقضية في غاية الأهمية طرق إليها الدكتور وأشرت إليها في سؤالك. كان في لقاء موجود هنا في القاهرة، تم اللقاء بين الأحزاب الثلاثة، الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي والتجمع اليمني للإصلاح، وكانت المبادرة بمبادرة من الأخ الأمين العام للتنظيم الوحدوي، وصدر بيان عن التشاور الذي جرى بيننا وبين الحزب الاشتراكي، وفيه موقف واضح من أداء الشرعية ومن أخطائها ومن قصورها، ما يتعلق بالرواتب، ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ. يعني هذا كلام صحيح في دور تقوم فيه الأحزاب، لكن الطرف الآخر المعني بالاستجابة للضغط أو المطالبة هي حكومة الشرعية والأخ رئيس الجمهورية، وتأتي بالدور الآخر أيضا الدول التي تحتضن الشرعية اللي هي دول التحالف في جهود في هذا الأمر. نحن أكثر من مرة صدرت بيانات ومواقف واضحة وصريحة ضد كثير من القرارات التي لا تعتمد المعايير، لا معايير الحكم الرشيد ولا معايير مخرجة الحوار، ولكن أيضا نحن في نفس الوقت نقدر الظروف التي يجري فيها عمل الشرعية ووضع الحكومة فيها، بمعنى أنه الظرف الاستثنائي يجعل من العمل بقبل الأحزاب فيه صعوبة كثيرة. مع ذلك
عليها أن تقوم بهذا الدور وأن يكون همها، وخصوصا ما يتعلق بمراتب الموظفين، الحاجة الإنسانية في قضايا كثيرة. الأحزاب ليست معصومة عن الخطأ ولا معصومة عن القصور، ولا أحد يقول هذا الكلام. نعم، أنت تحدثت عن أمور كثيرة ربما نحن كإعلام لم نلمسها بشكل مباشر، ولا ندري ما هو الجهود التي قمت بها حتى على صعيد البيانات. نحن نترقب بيانات ولا نجد من هذه. كيف تعرفوا يعني بالأخير يعني ظروفنا كلنا زي بعض، يعني علينا أن نقدر وننطلق من الظرف اللي احنا نعيش فيه. دكتور فيصل الحذيفي، يعني هل تتساوى فعلا مسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية حتى على الأحزاب السياسية باعتبار مثلها، أي مثلها مثل المواطنين العاديين كما ذكر الأستاذ محمد الصبري؟ أستاذ فيصل، دكتور فيصل، دكتور فيصل الحذيفي، هل سمعت سؤالي؟ دكتور فيصل، أهم بيكون خباص محمد الصبري. دكتور فيصل هل تسمعني؟ طيب، بالعودة إليك، إلى أن يعني نعود إلى الدكتور فيصل، أعود إليك أستاذ محمد الصبري. كان الدكتور فيصل قد تحدث عن تجربة اللقاء المشترك، يعني باعتبارها التجربة القوية والمتماسكة، والتي كما ذكر الظروف الحالية أدعى لتواجدها يعني أكثر من أي وقت مضى. لماذا تتفكك هذه التجربة وبالمقابل يظهر التشظي وخلافات حزبية كبيرة داخل هذه الأحزاب يعني المكونات المشكلة للقاء المشترك، والتي طالما شكلت معارضة قوية للنظام السابق؟ يعني تجارب التحالفات السياسية في اليمن هي جزء من تاريخ العمل السياسي والعمل المدني، وحتى العمل في فترات التشطير كانت جزء أصلي. لكن التحالفات حاجات موضوعية تفرضها ظروف موضوعية في لحظة راهنة. صحيح ربما قد يتراءى للبعض أن هذا الظرف هو أدعى لأن يكون هناك تحالف واصطفاف وأن اللقاء المشترك يبقى، لكن علينا ألا نتجاهل أن الظرف الذي ظهر فيه اللقاء المشترك كان غير هذا الظرف اللي احنا نعيش فيه بحالة حرب. يعني الآن الدولة مش موجودة، العمل السياسي محاصر بالميليشيات والسلاح، الناس بالمعتقلات، الذين ينخرطون بالجبهة يعني مقاومة مسلحة. لكن يعني بمعنى أنه التفكير بالتحالفات السياسية الاصطفافات الوطنية، نحن اليوم وقبل هذا اليوم ومن أشهر ومن سنة كان هناك تفكير يجري أنه ما هو الاصطفاف الرئيسي الذي تحتاجه اليمن في ظل الحرب؟ هل اللقاء المشترك كافي أم من توسيع هذا الاصطفاف؟ وجرى مؤتمر الرياض وكان في يعني الناس يدرسوا هناك تحالف أوسع لكي يضم وشكلوا لجان تحضيرية. ما ظهرش هذا التحالف اليوم إلى العلن لأن هناك ظرف موضوعي آخر أعتقد أنه واضح، وهي الحرب واستمرارها. لذلك أنا يعني نحن من واجبنا في هذه الفترة أن ننبه الذين يولع بالمناكفات الحزبية، أو أنا يعني النقد مطلوب، الانتقاد لسلوك الحزبيين مطلوب. بالأمس الأخ الأمين العام للتنظيم الواحد وهو قائد حزبي مثل بقية قيادة الأحزاب، في هناك من انتقد أداء وسلوك من ينتمون للتنظيم، قال اعطوا الأدلة ونحن سنحاكمهم. يعني حتى لا يكون الموضوع أن الأحزاب هذا مصطفين ولا أحد ينتقدهم. لكن اليوم المناكفات التي تجري أعتقد أنها خارج إطار المهمة الوطنية العالية، وهي مهمة الاصطفاف في إطار مشروع استعادة الدولة، وفي إطار دعم المجهود الإنساني، وفي إطار مجهود الحل السياسي أو الحل السلمي العادل للأوضاع. في هذا الإطار علينا أن نفكر
سواء باللقاء المشترك او بال طيب يعني استاذ محمد اذا ما تركنا موضوع الاصطفاف وانت تحدثت عن اسباب موضوعيه فيما يتعلق ب تشكيل يعني تحالف معين بين الاحزاب، يعني اذا ما تركناه جانبا وتحدثنا عن نبذ الخلافات والشقاقات الحادثه بين الاحزاب، يعني هذه الخلافات اصبحت ترمي بظلالها بأثار سلبية كبيرة جدا على حتى على المقاومة وأداء المقاومة في الميدان، كيف يمكن أن تتعاملوا معها ولماذا لا يتم ضبط الخطاب والأداء للقواعد الحزبية لكم؟ أولا موضوع الخلافات، العمل السياسي دائما محمول بالخلافات والعمل الحزبي بالذات، لكن نحن أمام ظاهرة اسمها المناكفات، المنابزات، فيها نوع من التجريح والتشهير، هذا هو الأمر الغير مقبول. ونحن نعتقد أنه في هذه الفترة في هناك عوامل تؤجج مثل هذا، يكفي أنه خلايا الموت النائمة لا تزال تشتغل وموجودة لأن الحرب لا تزال قائمة، لم يحسم الأمر بعد، لا تزال الدولة مختطفة ولا تزال المعارك دائرة في الميدان ولا يزال تزال الحكومة تمارس مهامها من خارج الوطن ولا تزال المناطق المحررة فيها مشاكل كثيرة جدا ولا يزال الانقلابيين يعبثون بتدمير الدولة بطريقة ممنهجة ويوميا. لذلك أنا أعتقد أنه علينا أن نتواضع بالمطالب من الحزبيين ونأمل أن يحسنوا الأداء، نأمل أن يخرجوا من هذه الحالة التي مصدرها الحصار ومصدرها الجوع ومصدرها الخوف. يعني بالأخير الحزبيين هم بشر يمنيين موجودين يعني محرومين من الماء والكهرباء والطرقات ومحرومين من كل شيء، ما يصدر عنهم في هذه الفترة لا يجب أن نحاكمه المحاكمة هذه القاسية وكأننا في حالة رفاهية وكل شيء متوفر وما بقيش إلا أخطاء الحزبيين، عملوا كذا، واحد سرق إغاثة، واحد مدري إيش. أنا أقول أنه نحن بحاجة إلى أن نرتقي بالخطاب، وبالمناسبة من حق الناس كلهم أن ينتقدوا أداء الحزبيين لأنه الناس يراهنوا على الدولة المدنية والدولة المدنية قرينة العمل الحزبي، لكن لا يجب أن نذهب بعيدا ونعمل على تجريف الحياة السياسية من الأحزاب في هذه الظروف، لأنه ستأتي تيارات حزبية، تيارات دينية، تيارات مقاتلة، تيارات جهادية، هذه ستكون البديل. لن نفرط بالمنظمات المدنية وفي مقدمتها الأحزاب، هذه هي جوهر الدولة وعلينا أن نصحح انحرافاتها، ولكن في نفس الوقت أن لا نبالغ في موضوع النقد، نعتبر أن ما يجري من منابزات في أدوات التواصل الاجتماعي هي الحقيقة وهي الواقع. نعم، إذا مبالغة، تحدثت عن مبالغة أستاذ محمد الصبري، وهذا السؤال أحيله إلى الدكتور فيصل حذيفي، وهو طبعا بحكم أنه ضيفنا من تعز وربما هذه الظاهرة تظهر بشكل أبرز وأكبر في تعز تحديدا. دكتور فيصل، هل هناك فعلا مبالغة فيما يتعلق بالخلافات الحاصلة بين مكونات الأحزاب السياسية، وما حقيقة ما يدور حول المحاصصات التي يتهافت عليها الأحزاب الآن في هذه المرحلة الصعبة؟ دكتور فيصل، إذن يبدو أن الدكتور فيصل لا يسمعني. أتحول بالجزء الأخير من السؤال إليك أستاذ محمد الصبري. أيضا هناك حديث عن محاصصات حزبية تجري داخل تعز تحديدا فيما يتعلق بمؤسسة الجيش وحتى مؤسسات الدولة، يعني كيف تفسر هذا التهافت وهل هناك مبرر له في هذا التوقيت؟ هذا سؤال مهم وهو مكون من شقين. أولا لماذا تعز؟ تعز الحديث فيها عن الحزبية والأحزاب هي قرينة المدنية، إنه هذه المحافظة هي جوهر المدنية، هذه المحافظة اليوم هي آخر ما تبقى من الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية والعمل المدني والعمل الحزبي، لذلك يجري الحديث عن هذه الظواهر اللي أشرت إليها. هذا الحاضن الاجتماعي المدني ومن الطبيعي أن يجري في مثل هذا الكلام، لكن موضوع المحاصصة أو هذه القرارات اللي نحن نعترض عليها وخصوصا حين لا تأتي متفقة
مع مهام المرحلة، وبدل ما تكون قرارات في تساعد إدارة الحرب تتحول إلى قرارات إدارة احتراف داخلي. الذي يتحمل المسؤولية في هذه القرارات وخصوصا التي تثير توابع الخلافات أو المنابذات هي الجهة التي تصدر القرارات، الذي هي السلطة المحلية أو الحكومة أو الرئيس. وهم بالأخير حتى لو أردنا أن نتحدث عن الظروف التي يتخذوا فيها القرارات. طيب أستاذ محمد ولو قاطعتك أعتذر عن المقاطعة، لكن بالأخير حتى السلطة المحلية التي تحدثت عنها هي عبارة عن أحزاب، يعني عبارة عن ممثلين للأحزاب، فإذا لم تكن الأحزاب هي تتحمل مسؤولية هذه القرارات، من الذي يستحمل المسؤولية؟ لا 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 لا، توصيفك ليس صحيحا أن السلطة المحلية تمثل الأحزاب. السلطة المحلية فيها حزبيين، لكن هم في السلطة المحلية لا، أقصد ممثلين عن أحزاب، هم بالأخير ممثلين عن أحزاب. يا أستاذة، أنا عارف بالتفاصيل، عارف بتفاصيل كل القرارات التي صدرت بالنسبة للحزبيين، وخصوصا ثلاثة وكلاء الموجودين في ولا الوكيل الرابع الذي جاء في هذه الحرب ولا الوكيل. لكن نحن نقول أن هناك فرق حين تكون بهيئتك الحزبية وحين تنتقل إلى ممارسة السلطة العامة. هناك أنت رجل سياسة، لكن في السلطة العامة أنت رجل دولة. ولذلك نقول أن هؤلاء الرجال الذين موجودين في السلطة المحلية يديرون بطريقة فيها من القصور بشكل واضح، لا نختلف في هذا المجال. ولكن أيضا لماذا هذا القصور؟ هل هو قصور متعمد؟ هل هو قصور في جزء بسيط ممكن يكون متعمد؟ لكن هؤلاء اليوم يتخذون قراراتهم في إطار حرب وموت يلاحقهم في كل حارة وفي كل شارع وفي اليمن بشكل كامل. نفس الكلام في إطار الحكومة. الحكومة يعني الحكومة الشرعية، ونحن بنعتبر أنفسنا جزء من هذه الحكومة، ونحن مع مشروعها في استعادة الدولة. لكن أيضا القرارات التي تتخذها تثير كثير من ردود الفعل، لأنها يعني تنحو منحى مش إدارة الحرب، إدارة احتراف. ونأمل أنه يجري تصحيح هذه المواقف، لكن لا يجب أن يغيب عن البال أن المنظمات الحزبية كمنظمات حزبية كهيئات كمؤسسات أصدرت بيانات وقرارات وانتقدت المحاصصات وانتقدت القرارات الخاطئة وتنتقد القرارات التي تعتمد على معايير صحيحة. طيب أستاذ محمد، يعني أيضا هناك حديث عن أن هذا الأداء الضعيف والمترهل للأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على المقاومة وأظهرها بدون غطاء سياسي، يعني تعمل بدون غطاء سياسي، سواء الرجال المتواجدين والمرابطين في الجبهات كجبهات عسكرية. يعني ما تعليقكم على هذا الموضوع، وما هي جهودكم لإيجاد غطاء ومشروع سياسي متكامل لعمل المقاومة في الأرض؟ إلى حد ما تطرحونه صحيح كملاحظة على الغطاء السياسي، لكن الأحزاب لا تؤمن بأن يكون لديها ميليشيات، وأي حزب يعمل ميليشيات يكون قد غادر دستوره وغادر دستور الجمهورية أيضا. نحن كنا من البداية نرى أن من سينخرط في المقاومة الوطنية أو في الجيش الوطني لا يجب أن يذهب هناك يعبر عن الحزب، لأن هذه مشكلة بالنسبة للأحزاب المدنية. عليه أن ينخرط في إطار مقاومة وطنية وجيش وطني، حتى لا تتحمل الأحزاب مسؤولية أن لديها منظمات مسلحة. وهذه هي الإشكالية اللي دخلنا فيها مع جماعة الحوثي ومع علي عبد الله صالح، أنهم حولوا ما هو ملك الدولة إلى ميليشيات مسلحة تثير احتراف داخلي. نحن لا يجب أن نكرر مثل هذا الطرح وهذا المعنى. على الأحزاب بدرجة رئيسية كما أشرت أن توفر الغطاء السياسي لجهود استعادة الدولة عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وإداريا بكافة الجهات. موضوع السلاح واستخدامه والقتل، علينا أن لا نغادر أنه نحن بالأخير كلنا يمنيين نقتل بعضنا، يعني هذا احتراب أهلي. نحتاج في هذه الظروف وفي ظل هذه التعقيدات والتداعيات إلى معجزة لكي يتوقف سيل الدم اليمني. لكن الغطاء السياسي نعتقد أنه كان يعني مؤشراته من البداية في دعم حكومة الشرعية من بداية هذا الانقلاب البشع،
وثم انتقل إلى موضوع التغطية لإدارة التدخل العربي والإقليمي في اليمن، ولا يزال قائم جزء من الشرعية. لكن الملاحظ عليه أنه هذا الغطاء اليوم لا يجري خدمته لأنه الإعلام حربي، هناك إعلام حربي. طيب إعلام حربي، وهذا ما نقوله دائما يعني ونردده، أنه الإعلام الحربي غائب على ما يبدو من توجيهات أو تعميمات الأحزاب اللي قواعدها على الأرض. يعني هذا ما, ما, ما هو ظاهر للجميع من خلال خطاب الذي تبناه الأعضاء في الداخل. أستاذ دكتور فيصل، كنت أسألك قبل قليل وأنت من تعز، وربما تظهر بشكل كبير مسألة الخلافات الحزبية داخل تعز وتداعياتها على المقاومة، كيف يمكن أن تقيم هذا المشهد، وما هي برأيك الحلول فيما يتعلق بهذه الإشكالية؟ أنا انقطع الخط والاتصال معكم وأنا كنت في صدد توضيح هذه النقطة، وهو أن تفكك تكتل اللقاء المشترك وهو أهم ظاهرة حزبية بدأت ترشد العمل السياسي في الاتجاه المدني الصحيح، تفكك هذا المشروع أعطى رخاوة في القرار السياسي على مستوى مؤسسة الرئاسة وعلى مستوى مؤسسة الحكومة، لأنه ترشيد المقاومة وترشيد العمل الميداني من إغاثة وأمن وسرعة إنجاز لا يمكن أن تظل الأحزاب متفرجة، لابد أن تضغط في اتجاه ترشيد القرار وأن تضغط أيضا في صوابية القرار. هناك فراغ، الأحزاب عندما تشظى اللقاء المشترك وانتهى وبدأ الصراع الداخلي لتنافس لسلطة وهمية في وضع وهمي، في وضع غير استثنائي غير طبيعي، يعني نتصارع على سلطة لا تستحق الصراع، نحن في حالة استثناء نبحث عن استعادة دولة، عن استعادة وطن، وبالتالي المماحكة السياسية أضعفت الأداء الحزبي في مسألة ترشيد الأداء السياسي للرئاسة وللحكومة. اليوم الرئاسة تغرد منفردة باتخاذ قرارات غير صائبة، يعني هناك قلنا غياب لمشروع الإغاثة، غياب لمشروع ضبط الأمن، غياب لمشروع سرعة الحسم، وضع حرب مفتوحة بدون بلا نهاية، وهذا غير سليم. هذا كله أوجدته الفراغ الحزبي الذي كنا نعول عليه بأن لا يترك مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة تشتغل وتمارس الأخطاء دون وجود ضغط. الضغط الجماهيري غير ممكن في ظل هذا الوضع الاستثنائي، لأنه في إطار الانقلاب الجغرافيا، في إطار الانقلاب هناك الأفراد مهددين بالموت، وفي إطار الجغرافيا المحررة هناك ضعف اجتماعي لا يستطيع المجتمع المدني أن يعبر عن ذاته، وبالتالي المعول على الأحزاب هي عودة إلى تكتل حقيقي في إطار استكمال المهام المطلوبة. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن انفلات سلاح ومقاومة وجيش، أنا مش محتاج مقاومة أصلا، إذا عندي سلطة شرعية لا أحتاج إلى مقاومة، أنا أحتاج إلى جيش، وأي إنسان يشتي يقاوم ينخرط في إطار الجيش، حتى مسمى المقاومة يعتبر مسمى فيه كثير من المغالطة. أنا لماذا أحتاج مقاومة؟ أحتاج مقاومة في حالة أن الدولة غائبة والسلطة الشرعية غير قادرة على الفعل، لكن بما أن السلطة الشرعية موجودة عليها أن تلزم كل المنخرطين في السلاح كما قال الأستاذ محمد، بحيث أن لا يصبح هناك ميليشيات حزبية، أن تصبح جيش وطني، أنا عندي جيش وطني فقط، وبالتالي على قيادة المحور ورئاسة الأركان أن تضبط أفرادها في سبيل تحقيق الهدف الكبير وهو استعادة الدولة، وليس العودة إلى الشوارع للاستعراض والإخلال بالأمن. يعني نحن اليوم على مستوى تعز، وأنا أحدثك من الميدان لأني لم أغادر مربع تعز إطلاقا منذ الانقلاب، يعني لا يوجد أي مساهمة حقيقية لإنقاذ الناس في الإغاثة، هناك عبث، لا يوجد أي مساهمة حقيقية من السلطة المحلية في ضبط الأمن، هناك عبث، لا وجود لأي تسريع حقيقي لدمج المقاومة في الجيش وإلغاء مسمى المقاومة نهائيا من الإعلام الحربي والإعلام الرسمي، نحن نريد جيش وطني، مقاومة ليش؟ وأنا عندي سلطة شرعية تدعمها دول العالم بأكمله. ما أسباب ذلك؟ للأسف الأحزاب كنا تركت فراغا. ما أسباب ذلك وما مدى مسؤولية الأحزاب في هذه المشكلة؟ أنا قلت بأنه هناك ترك فراغا كبيرا لمؤسسة الرئاسة والحكومة بأن تشتغل دون ضبط من الإيقاع الاجتماعي اللي يمثل الأحزاب. المبادرة الخليجية وحل الأزمة السياسية في اليمن قلنا قامت على ماذا؟ قامت على قرار توافقي، على حكومة توافقية، على رئيس حكومة من المشترك،
على قرار سياسي راشد، كل هذا ضاع وأصبح القرار استبدادي بيد مؤسسة الرئاسة دون أن يستطيع أن يخاطبها أحد. للأسف مؤسسة الرئاسة أيضا لعبت لعبة خاطئة، ذهبت إلى استصدار قرار 2014 وهو استهداف أي فريق ممكن يعارض، وبالتالي ستناله العقوبة، مما أرعب الأحزاب وجعلها تسكت عن هذه الأخطاء. العمل السياسي الحقيقي ينبغي أن لا يكون هناك تخوفات، ماذا سنخسر بعد أن خسرنا وطن بأكمله يعني؟ ولماذا ضحينا في هذه التضحيات كلها فقط ضد عفاش وأي بديل سياسي آخر استبدادي نسكت له أيضا ليمارس نفس العبث؟ العبث قائم، وبالتالي مسؤوليتنا جميعا كأحزاب، كنخبة سياسية، كنخبة مجتمعية، كمنظمات، بقايا منظمات مجتمع مدني للأسف هي كانت كلها تفريغ سلطة، علينا أن لا نترك فراغا سياسيا للقرار، علينا أن نضغط باتجاه ترشيد القرار باتجاه صوابية القرار، وهذا للأسف غائب. نعم، إذا تحدثت كثيرا عن الفراغ الموجود، والسؤال لك أستاذ محمد الصبري، هذا الفراغ الذي تحدث عنه الدكتور فيصل والذي كان سببا في هذا العبث خلال الفترة الماضية، هو أيضا مساحة خصبة لتشكيل الجماعات أو التكتلات الفئوية، الما قبل وطنية والما دون وطنية، المناطقية وأيضا الحزبية والطائفية، كل هذه الجماعات وهي غالبا جماعات مسلحة ومتطرفة، لماذا لا تعمل أحزاب على ملء هذا الفراغ بشكل جاد وحقيقي بإعادة تشكيلها ضمن تحالف معين أو لما شمل الأحزاب السياسية لتعبئة هذا الفراغ؟ أنا أضم صوتي لصوت الدكتور فيصل وما طرحه، وطرحه بألم شديد، ونحن كلنا نتألم لهذا الوضع الذي يجري، لكن علينا أيضا ونحن يعني نطلق مثل هذه الدعوات أو نناشد مثل هذه المناشدات، وخصوصا حين نناشد القيادات الموجودة في الداخل، لأنهم هم اليوم يعني يعيشون ظروف لم يسبق أن عاشوها على الإطلاق. نقول أن الفراغ مصدره أن الدولة لا تزال مختططة والحرب لا تزال قائمة، لابد من أن يجري جهد تبذله حكومة الشرعية ورئاسة الشرعية وكل الأحزاب بسد هذا الفراغ. يعني العملية لا تستطيع الأحزاب من تلقاء نفسها اليوم وهي بوضع الشتات وهي بوضع الحرب وهي أن تقوم بالجهد لوحدها. أنا أعتقد أنه هناك، لكن أستاذ محمد اسمح لي أستاذ محمد، يعني نحن نلاحظ تحركات لعناصر وأفراد وجماعة تتبع الانقلاب برغم الحصار وبرغم أنها لا تمتلك أي شرعية دولية، تتحرك على مستوى العالم، على مستوى العواصم، تتحرك على مستوى الدبلوماسية، على مستوى المنظمات الدولية. لماذا لا نجد هذا الحراك ذاته لدى الأحزاب السياسية وهي لديها الشرعية ولديها القاعدة الشعبية ولديها القضية الحقيقية؟ لا يمكن مقارنة أيضا. هذا الكلام أنا ما أختلفش حوله، أن طرف الانقلاب يتحرك، طرف الانقلاب عنده الموارد، نائب البنك المركزي يمول الرحلات، في أطراف إقليمية تموله، في من يفتح الأبواب في عواصم دول، في من يعني يتواصل استخباراتيا، لكن المقابل لهذا ما هوش القيادة الحزبية اللي هي محاصرة اليوم. هذا دور حكومة الشرعية ودور الرئاسة، هي التي يجب أن تشد معها الأحزاب لتغطية هذا الفراغ. يعني أستاذ محمد إذا لم تتحرك الحكومة ومؤسسة الرئاسة لم تتحرك الأحزاب؟ لا يعني أنا أقول إنه الأحزاب دورها في إطار هذه الظروف لا تستطيع أن تعمل إلا بالحد الأدنى، يعني ما قبل الصفر، بسبب أنه يعني مقراتها مختططة وهي محاصرة وإن تنقلاتها صعبة. اللي عنده الحركة في هذا الموضوع ويجب أن يشد إليها الأحزاب ونشطائها والقوى اللي تتحدثين عنها ومنظمة المجتمع المدني، هي حكومة الشرعية وحكومة الدولة اللي نحن مصطفين معها، والناس سيتصرفوا. لكن يعني اليوم من الذي يعني الناس ما يعني لا يمتلكون قوت الغذاء، كيف يمتلك يعني تذكرة طائرة ولا سفرية لجنيف ولا سفرية؟ يعني أحيانا نطالب بمطالبات ما هيش واقعية، أو أن احنا نغفل المسؤول الأول ونمسك التوابع أو من يفترض أنهم. طيب أستاذ محمد الصبري، يعني في الختام سؤال أخير لك، ما الذي تحتاجه الأحزاب السياسية في هذه المرحلة لاستعادة دورها؟
الأحزاب تحتاج أشياء كثيرة تعملها، ونحن نبذل جهد في هذا الإطار، والتنظيم الوحدوي قاد مبادرة وأصدر بيان مشترك ووثيقة مشتركة مع الحزب الاشتراكي، ودعونا فيها الأحزاب، وهي من 4 أشهر لا تزال طرية، ندعو فيها إلى استفاف، إلى وقوف، إلى يعني من أجل أن يصبح مشروع استعادة الدولة مشروع للكل، وقط يعني أن يكون لها موقف من القرارات في أعمال كثيرة يجب أن تعملها الأحزاب. لكن نحن نقول أن الجرس القيادي أو الذي يقود هذا الموضوع هي حكومة الشرعية، رئاسة الدولة هي التي تستطيع أن تساعد الأحزاب القيام بدورها. طيب أستاذ فيصل الحذيفي، سؤال أيضا أخير في أقل من دقيقة، كيف تنظر لمستقبل الأحزاب السياسية في ظل الوضع الراهن وأدائها تحديدا؟ الأحزاب السياسية رضيت بالهامش، رضيت أن تنتقل من الميدان إلى هامش الميدان، وبالتالي هذا هو مستقبلها ما لم تغير هي من أداء دورها الحقيقي والمنتظر. يعني يتحدث الأخ عن أفعال وهمية، يعني ما هو موقف الأحزاب على الأقل في خطاب سياسي أو بيان من أبنائنا المشردين في الخارج بدون راتب، من الجوع داخل الوطن بدون إغاثة، الموظفين بدون رواتب، الخدمات بشكل عام معطلة، ترك فرغ الرئاسة والحكومة تشتغل بشكل عبثي دون أي ضغوط. يعني للأسف رضيت الأحزاب أن تتفكك لتنتقل من الميدان الحقيقي إلى الهامش، وستظل كذلك. نعم، نتمنى لا تظل كذلك. أشكرك جزيل الشكر، كان معنا من القاهرة عضو اللجنة المركزية التنظيم الوحدوي الناصري محمد الصبري، وأيضا من تعز الأكاديمي فيصل الحذيفي. أشكركما، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر وكافة الفريق الفني للبرنامج، في أمان الله.